السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله. الفيديو دوت هنوضح فيه ازاي ان انا اترجم الفيديوهات بتاعتي بطريقة صح من خلال الفيسبوك، وبالتالي ارفع الملف اللي انا بستخرجه اللي هو بيكون باللغة العربية وارفعه على الفيديو بتاعي اللي على اليوتيوب عشان يظهر للناس مترجم اولا باللغة العربية، ثانيا ان انا اترجم اللغة بقى العربية ديت لأي لغة تانية بحيث ان انا اقدر استهدف جمهور من دول اجنبية، وبالتالي دوت يرفع معايا الار بي ام ويزود معايا الارباح. ومن ناحية تانية هنوضح برضو لو انا تم ايقاف الربح على قناتي بسبب محتوى معاد استخدامه زي ما وضحت في الفيديو السابق، ومحتاج ان انا اعمل فيديو طلب اعادة نظر، ولازم الفيديو ده يكون مترجم الى اللغة الانجليزية، برضو هنوضح ازاي نعمله، لان هنا بيبقى فيه اختلاف عن ترجمة الفيديوهات بتاعت العادية اللي على اليوتيوب. فيلا نبتدي مع بعض على طول ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة بطلبها من حضرتك قبل ما نبتدي مع بعض ترجمة الفيديوهات بتاعتنا، سواء الفيديوهات اللي انا هرفعها على القناة بتاعتي او الفيديو اللي انا هعمل بيه اعادة نظر، ان لازم تكون جودة الفيديو اللي انا بعمله تصدير من برنامج المونتاج ما تقلش باي حال من الاحوال عن 720. احنا بنشوف دلوقتي في جودات الفوركي والاتكي، فما ينفعش ابدا ان انا ارفع الفيديو بتاعي على قناتي بجودة 360 ولا مش عارف 240 والحاجات اللي الواحد بيشوفها دي، لا طبعا ما ينفعش، لازم تكون اقل جودة بعمل بيها الفيديو بتاعي تكون 720. تمام، وانت برضو لسه في برنامج المونتاج بتاعك والفيديو موجود، اعمل لي نسخة تانية بقى باقل جودة موجودة عندك في برنامج المونتاج، يا رب تكون 140 اقل حاجة، بحيث ان الفيديو بتاعك يعمل تصدير في ثواني، ويكون برضو لما هنرفعه على الفيسبوك يترفع معانا على طول، فبالتالي ما ياخدش معاك وقت ولا يستهلك معاك نت، لان احنا مش هنحتاج الفيديو اللي هيبقى بالجودة القليلة دي في حاجة تاني بعد كده. تمام، هنيجي بقى في محرك البحث وهنكتب كلمة استوديو فيسبوك بالعربي حتى، بعدها هنختار اول نتيجة بحث موجودة معانا اللي هي استوديو منشئ المحتوى فيسبوك. وانا ليه بعمل الخطوة دي؟ عشان لو حد مش عارف حتى يوصل لها من خلال صفحته، لا احنا بنمشيها من الاول خالص بكل سهولة. بعدها هضغط على استوديو منشئ المحتوى فيسبوك، هلاقي الصفحة ديت اتفتحت معايا، طبعا تكون متأكد ان انت عامل تسجيل دخول من هنا. بعد كده هنروح على كلمة جرب الان ونضغط عليها، بلاقي الصفحة ديت اتفتحت معايا، وهي ديت اللي انا من خلالها هحمل نسخة الفيديو اللي هي بجودة قليلة خالص عشان استخرج منها ملف الصوت او ملف الترجمة. هروح فوق كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين مكتوب انشاء مقطع ريلز وجنبيها تحميل فيديو، هضغط على تحميل فيديو. بعدها بتظهر قائمة بيقول لي فيديو واحد ولا مقاطع فيديو متعددة، فبضغط على فيديو واحد. بعدها بيفتح معايا المكان او الاستوديو ايا كان بقى، لو انت شغال من على الكمبيوتر او من على التليفون، المهم بختار الفيديو بقى اللي هو بجودة قليلة اللي انا عايز استخرج منه ملف الترجمة، وبعدين بضغط على كلمة اوبن او كلمة فتح. بعدها بلاقي الصفحة دي اتفتحت معايا وابتدى يحمل الفيديو اللي انا اخترته، بستنى لما الفيديو يكمل معايا نسبة 100% وبعد كده هنبتدي نستخرج ملف الصوت. وطبعا عشان الفيديو اللي احنا محملينه بجودة قليلة خالص فبيترفع معانا بسرعة وما بنستناش كتير، والخطوة دي بنعملها سواء للفيديوهات اللي احنا هنترجمها على قناتنا عادي او الفيديو اللي انا بعمل بيه اعادة نظري. خلاص بعد ما حضراتكم شفتوا انتهت معايا خلاص التحميل وكتب لي 100% وكله تمام، هبص كده ناحية اليمين هلاقي في اختيارات موجودة، منها هختار كلمة تحسين، بضغط عليها، بعدها بتتفتح معايا الصفحة ديت وفي اختيارين موجودين، انا هروح على الاختيار اللي مكتوب عنده الشروح التوضيحية، وهاجي عند كلمة الاعدادات وهضغط عليها، بتتفتح بعدها معايا الصفحة ديت، بلاقي في مربع مكتوب فيه كلمة مراجعة ومربع تاني فيه 3 نقط، بضغط انا على المربع اللي فيه 3 نقط وبعدين بختار كلمة تنزيل. بس قبل ما اعمل الخطوة دي هرجع تاني واقول لك لا، الافضل بقى ان احنا هنضغط على كلمة مراجعة. ليه؟
عشان لو الفيديو بتاعي فيه غلطات إملائية، لأن احنا اتفقنا بقى لو أنا مش عارف أتكلم في الفيديو بتاعي لغة عربية وبتكلم باللغة العامية بتاعتي، يبقى أكيد هلاقي فيه غلطات مكتوبة في الكلمات. هنا هو الفيسبوك أو الذكاء الاصطناعي اللي بيستخرج ملف الصوت وملف الترجمة، هو ملوش دعوة أنا كنت بقول إيه. يعني مثلا بعض الكلمات اللي بتكون بقولها بحرف السين ألاقيه قلبها هو بحرف السي أو العكس، فهنا لازم أخش أنا وابتدي أعدل الكلمات دي وأكتب كل الكلام بلغة عربية صح، عشان لما يترجم معايا للغة الإنجليزية يبقى مترجم معايا مظبوط. بعد كده أرجع تاني للتلات نقط وأضغط عليهم وبعدين أعمل تنزيل. بعدها بيفتح معايا المكان اللي هحفظ فيه ملف الترجمة، وبيكون الامتداد بتاعه SRT أحفظه معايا عشان هو ده اللي هحتاجه بعد كده في باقي الخطوات اللي احنا هنعملها. طيب قبل ما ارجع للقناة تاني، احنا اتفقنا ان انا هنا هعمل خطوتين. خطوة بعرفك فيها ازاي تعمل ترجمة للفيديوهات بتاعتك عموما على القناة عشان تبتدي تستهدف بيهم سواء جمهور عربي على فكرة او جمهور زي ما قلنا من اوروبا او امريكا. جمهور عربي ليه؟ عشان انا لو في اي دولة في المغرب في العراق في مصر مش عارف اتكلم لغة عربية وبتكلم باللهجة العامية بتاعتي، فبالتالي تظهر لهم الترجمة اللي هتظهر قصادهم بلغة عربية فيقدروا يكملوا معايا الفيديو. فأنا برضو بستهدف جمهور عربي مع الجمهور الأجنبي لما هترجم. ومن ناحية تانية قلنا إن أنا عايز أعمل ترجمة للفيديو اللي أنا هعمل بيه إعادة تفعيل الربح على القناة بتاعتي، سواء لو اترفضت في المراجعة أو اتوقف عليها الربح بسبب المحتوى المعاد استخدامه زي ما وضحت في الفيديو السابق. فهنعمل خطوة كمان واحنا لسه على جوجل كده، هنروح على تاني على محرك البحث وهنكتب اسم الموقع اللي ظهر قصادكم دوت. بعدها هيفتح معاكم بالشكل دوت. الموقع ده وظيفته معايا ايه؟ ملف الترجمة اللي انا استخرجته من الفيسبوك اللي هو باللغة العربية هرفعه هنا على الموقع ده عشان يترجمه لي، واستخرج ملف تاني يكون باللغة الإنجليزية هستخدمه في الفيديو اللي انا هعمل بيه إعادة نظر. كل اللي انا هعمله هضغط هنا على Drop files to upload، او يعني هضغط هنا عشان ارفع ملف الترجمة. بعدها بيتفتح معايا المكان اللي انا حافظ فيه ملف الترجمة بتاعي اللي هو باللغة العربية، اضغط عليه وبعدين اقول له open. وزي ما حضراتكم شايفين بعدها بتتفتح معايا الصفحة ديت وفيها الملف اللي انا رفعته باللغة العربية اهو، وقصاده الترجمة بتاعته، بس هنا طبعا الترجمة بالعربي عشان انا لسه ما اخترتش اللغة اللي عايز اترجم بيها. فبطلع لفوق كده وبعدين اضغط على المربع اللي فيه اختيار اللغة، وبعدين اختار اللغة اللي انا عايز اترجم الملف ليها. فاحنا هنا عايزين نترجم الملف اللي باللغة العربية للغة الانجليزية، فهضغط اختار اللغة الانجليزية. شايفين في ثواني ترجم لي الملف اللي كان باللغة العربية للغة الانجليزية. كل اللي انا هعمله هروح على Save As عشان استخرج ملف تاني يكون باللغة الانجليزية. يبقى انا كده هيبقى معايا ملفين، ملف باللغة العربية اللي انا استخرجته من الفيسبوك، وملف باللغة الانجليزية اللي انا استخرجته من الموقع ده. فهضغط على Save As. بعدها برضو هيتفتح معايا المكان اللي انا هحفظ فيه الملف، وبرضو بيكون الامتداد بتاعه SRT، وبعدين بضغط على كلمة Save. يبقى احنا كده خلصنا المهم بالنسبة لنا، الملف اللي باللغة العربية والملف اللي باللغة الانجليزية. تعالوا بقى نروح على القناة عشان نشوف ازاي هنستخدمهم سواء في ترجمة الفيديوهات بتاعتنا او في ترجمة الفيديو اللي احنا هنعمل بيه اعادة النظر. دلوقتي هروح على فيديو موجود عندي على القناة عشان ابتدي اترجمه معايا. في الفيديو العادي لسه مش هنعمل فيديو اعادة النظر. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح اضغط على علامة القلم. انا فتح طبعا القناة من الاستوديو من جوجل كروم، فهضغط على علامة القلم. بيتفتح معايا الفيديو بالشكل ده، العنوان انا كاتبه بالعربي والوصف بالعربي وكل حاجة زي ما هي، مش هكتب فيها كلام ولا لغة انجليزية ولا حاجة. الغلطة اللي انا بشوفها الناس تكتب نص بالعربي ونص بالانجليزي، وبتبتدي تكتب مثلا الوصف اللي عاملاه، ولو هو محتوى طبخي تكتب المكونات بالعربي وبالانجليزي في نفس صندوق الوصف. لا خالص، مش هنعمل الكلام ده. كل اللي هنعمله ايه؟ هروح على كلمة الترجمة اللي موجودة في الجنب دي واضغط عليها.
بتتفتح معايا الصفحة ديت. أول حاجة لازم أكون متأكد إن أنا مختار اللغة العربية كلغة للفيديو. طيب لو أنا مش عامل الخطوة دي هعمل إيه؟ هرجع تاني، معلش خطوة لورا كده، أو هضغط على كلمة التفاصيل تاني وارجع وانزل لتحت كده واضغط على عرض مزيد من الخيارات وألاقي هنا لغة الفيديو، أتأكد إن هي اللغة العربية. أهي لغة الفيديو، أتأكد إن أنا عاملها لغة عربية. لو أنا مش عاملها أختار اللغة العربية وبعدين أعمل لها حفظ وبعدين نرجع تاني لخطوة الترجمة. أول حاجة هقوم رايح على كلمة إضافة. ناخد بالنا إحنا دلوقتي بنعمل ترجمة للفيديوهات بتاعتنا عادي، مش بعمل ترجمة لفيديو إعادة النظر، فبضغط على كلمة إضافة بتتفتح معايا الصفحة دي. هنا بقى عندي خيارين، يا إما الكتابة يدوياً أو تحميل ملف. كتابة يدوياً وضحناها في فيديو سابق قبل كده، احنا هنا هنضغط على كلمة تحميل ملف. بعدها بتتفتح معايا النافذة دي بيقول لي اختيار نوع ملف الترجمة يتضمن معلومات التوقيت، فبضغط على كلمة بعلم عليها لو مش متعلم وبعدين بضغط على كلمة متابعة. بيفتح معايا مدير الملفات او المكان اللي انا حافظ فيه الملف بتاعي اللي احنا استخرجناه من الفيسبوك لما رفعنا الفيديو اللي كان بجودة قليلة. بعدها بحدده وبعدين بضغط على كلمة open، بلاقي زي ما انتوا شايفين كده ترجمة او الكلام اللي انا قلته في الفيديو باللغة العربية ظهر معايا على حسب كمان التوقيتات، يعني الكلمة اللي انا كنت بقولها في الثانية كذا بتظهر معايا بالظبط زي ما بقولها في الفيديو. كل اللي انا هعمله هضغط على كلمة نشر. طيب تمام، يبقى كده اللي هيفتح الفيديو بتاعي هيلاقي الترجمة ظهر معاه باللغة العربية. طيب انا عايز بقى الجمهور اللي باللغة الاجنبية زي ما قلنا اوروبا او امريكا، فهعمل ايه؟ هاجي على كلمة اضافة لغة واضغط عليها وابتدي احدد اللغة اللي انا عايز الترجمة بتاعتها تظهر على الفيديو بتاعي. فهنقول مثلا اللغة الأساسية إن أنا اللي هترجم بها فيديوهاتي اللغة الإنجليزية مثلا، الفرنسية، الأسبانية، الألمانية، لأن احنا اتفقنا بنستهدف جمهور من أوروبا ومن أمريكا. فأول حاجة اللغة الإنجليزية، هدور كده أهي اللغة الإنجليزية هلاقيها انضافت معايا هنا. أول حاجة هعملها هعمل بقى هنا ترجمة للعنوان وللوصف، عشان لما حد يجي من الدول الأوروبية ديت أو لو حد بيفتح من متصفح بلغة إنجليزية يظهر له العنوان مترجم على طول للغة الإنجليزية والوصف برضو نفس الأمر مترجم للغة الإنجليزية. فهضغط على كلمة إضافة هلاقي الصفحة ديت اتفتحت معايا. وناخد بالنا دايما ألاقي اللغة الأصلية العربية، عشان أنا كنت مخلي لغة الفيديو بتاعي عربية فلازم أكون متأكد من الموضوع ده. طيب أنا مش عارف أترجم أعمل إيه؟ هقوم عامل كده واخد العنوان ده كده واعمل له نسخ وأقوم رايح على ترجمة جوجل وحاطط العنوان، هلاقي الترجم معايا باللغة الإنجليزية، هقوم عامل له نسخ وراجع تاني على القناة وجاي هنا عند العنوان وعامل له لصق. أجي برضو لصق نفس القصة، أقوم عامل له نسخ أهو وأقوم رايح بالهاشتاجات بكل حاجة أنا عاملها وأجي هنا أقوم حاطه في المكان اللي هو باللغة العربية، هلاقي الترجمة في ثواني باللغة الإنجليزية، أقوم رايح برضو نسخ ورايح على القناة وحاطه في الوصف أهو وضاغط على كلمة نشر. يبقى أنا كده ترجمت العنوان والوصف بتاعي للغة الإنجليزية. طب فاضل أهم حاجة الكلام اللي أنا بقوله في الفيديو يظهر للناس باللغة الإنجليزية، فأقوم رايح فين بقى تاني؟ جاي هنا كده عندي كلمة إضافة وضاغط عليها، وبعدين أقوم ضاغط على ترجمة تلقائية، هلاقي زي ما أنتوا شايفين كده كل الكلام اللي أنا قايله في الفيديو باللغة العربية ظهرت ترجمته باللغة الإنجليزية حسب التوقيتات الزمنية اللي أنا كنت بقولها في الفيديو. وبرضو على فكرة لو لاحظت إن في أي كلمة مكتوبة غلط أقدر برضو أعدلها، مفيش أي مشكلة. خلاص كله تمام معايا، بقوم ضاغط على كلمة نشر. يبقى أنا كده خلاص الفيديو بتاعي اترجم معايا سواء عنوان أو وصف أو اللي أنا بقوله في الفيديو للغة الإنجليزية. بنفس الطريقة دي بقى أقدر أعمل الفيديو بتاعي لأي لغة أنا عايزها، ومجرد ما أضغط على إضافة لغة وبعدين أحدد اللغة، مثلا لو قلت سي الألمانية هقوم عامل نفس القصة، هضغط على كلمة إضافة وترجم العنوان والوصف بنفس الطريقة، أخد العربي وأعمل له نسخ وأروح على ترجمة جوجل للغة الألمانية وأترجمه، وأجي عند الترجمة أضغط على كلمة إضافة وبعدين أضغط على ترجمة تلقائية هلاقي الفيديو بتاعي اترجم من العربي أو زي ما أنتوا شايفين للألماني. خلصت أقوم ضاغط على كلمة نشر، وهكذا بقى لأي لغة أنا عايزها هتترجم معايا في ثواني. يبقى كده هي دي طريقة ترجمة الفيديو معايا. ولو ضغطت برضو عايزين نفتح الفيديو ونشوف، اهو هفتح الفيديو ونشوفه مع بعض. زي ما انتوا شايفين اهو، تعالوا نكبر الصورة، ادي الترجمة اللي هي باللغة العربية. لما حد بيفتح بقى من الدول العربية متصفح بتاعه عربي هيظهر له الكلام اللي انا بقوله في الفيديو باللغة العربية لو مش فاهم اللهجة بتاعتي. تاني حاجة لو حد بقى من دول أوروبا أو أمريكا لو ضغط بقى على هيلاقي دي ترجمة، إن هيعرف إن الفيديو بتاعي مترجم. لما هيضغط على علامة الترس ويغير أهو هيلاقي الكلام اللي أنا بقوله
ظهر معاه باللغة الإنجليزية على الفيديو بتاعي وهتكون الترجمة صح، عشان أنا من الأول رافع ملف الترجمة أو اللغة العربية كانت صحيحة معايا. طيب تعالوا بقى بسرعة تاني نرجع للفيديو اللي موجود على القناة، وتعالوا نلغي كل اللي احنا عملناه دوت. طيب نفترض بقى الفيديو دوت انا عايز اعمل بيه طلب اعادة النظر عشان الربح توقف عندي على القناة، او قدمتها للمراجعة واترفضت بسبب موضوع المحتوى المعاد استخدامه زي ما وضحت في الفيديو السابق اللي هتلاقوه في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وعارفين من ضمن الشروط الخاصة بالفيديو اللي انا هعمل بيه اعادة النظر ان انا اتكلم فيه باللغة الانجليزية، او لو هتكلم باللغة بتاعتي يبقى لازم تكون في ترجمة موجودة على الفيديو. تمام، هعمل ايه بقى؟ اول حاجة برضو هتأكد ان تكون لغة الفيديو اللغة العربية زي ما وضحت كده من شوية. تاني حاجة هعملها ايه هي؟ هاجي عند كلمة اضافة واضغط عليها زي برضو ما عملنا، بس الفرق هنا بقى ايه؟ هضغط برضو على تحميل ملف، وبعدين برضو بنفس القصة هضغط على متابعة، هيتفتح معايا المكان اللي انا حافظ فيه الملفات بتاعتي. بس هنا بقى هجيب انهي ملف فيهم؟ مش الملف بقى اللي هو العربي اللي استخرجته من الفيسبوك، لا، الملف التاني اللي احنا استخرجناه باللغة الانجليزية من الموقع اللي انا وريته لحضراتكم. يبقى هنا ده هو الملف اللي انا هجيبه، الملف اللي باللغة الانجليزية، وبعدين اضغط على كلمة open، هلاقيه اهو ام منزل معايا الترجمة بالتوقيتات الزمنية اللي انا كنت بتكلم فيها في الفيديو، وبعدها ام ضاغط على كلمة نشر. يبقى كده الفيديو اول ما هيضغطوا عليه ويفتحوه هيلاقوا الترجمة باللغة الانجليزية ظهرت معهم على طول زي ما كنت رفع كده الملف اللي باللغة العربية. طب ما حد هيقول طب ما انا ارفع باللغة العربية عادي الملف وهم هيضغطوا على الترس ويترجموه لا مفيش الكلام ده، هو عايز لما الفيديو يتفتح يلاقي الترجمة باللغة الانجليزية ظهر معاه على طول، مفيش بقى ولا لغة عربي ولا اي حاجة. وبعدها زي ما اتفقنا بكون رافع الفيديو خاص لغاية بس ما بعمل خطوة الترجمة دي، وبعدها ارجع اقوم عامله غير مدرج، وبعدين اخد الرابط وامشي في باقي الخطوات زي ما وضحت في الفيديو السابق. وبس كده يبقى وصلت لنهاية الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.